جاب نيلة مش قبلاك مش طايقاك. يا رب الطيارة تقع بيك يا رب. بتقول ايه يا منيل؟ لا بدعي لك توصلي بالسلامة. ليه فارقتوا ليه يا محمد؟ بتغني كمان؟ مش أنا ليه ضيعتوا ليه يا محمد؟ مش أنا في محمد. فارقتوا ليه يا محمد؟ اللهم صل على النبي. الله أكبر. أنا عارف. الله أكبر. ازيك يا بيه؟ اهلا اهلا اهلا. مساء الخير يا سعاده الباشا. اهلا يا حبيبي. اتفضل الجوازات يا بيه. ايه ده؟ ده انا شايل ليه؟ رايحين فين؟ اليونان يا سعاده البيه. رايحين تعملوا ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله الست عندها رقصه هناك، هترقص ونعكم على القرشين ونرجع بسلامه الله. ايه ده يا رقصه؟ ايوه. وانت جوز الرقصه؟ ايوه. ومفيش مشاكل يعني؟ عايش مبسوط؟ لا والله عايش الحمد لله. طب كويس قوي. مشاكل بقى هو حد طاير رقصه يا بيه؟ بس احنا قلنا حاجه بحث. يقولوا ان انتوا عرسان بقى وشهر عسل وبتاع. يا عم شهر عسل ايه؟ هو ده وش عسل ده؟ ليه؟ طب لحظه واحده بعد اذنك. لا اتفضل. بس يا راجل اتفضل. بلاش فضايح وهتقول له حاجه. انت فاهم؟ لحظه واحده. انت هتوصل اليونان كمان ساعه كويس؟ ايه؟ عارف الجبل العالي اللي هناك ده؟ جبل المقطم بتاع اليونان. ايوه هو ده. ايه؟ هتقف عليه في الفجر. وتجيب شويه ميه مبلوله. اجيب شويه ميه مبلوله؟ ايوه اجيب. ايه؟ شويه ميه مبلوله وتبلها بشويه ميه كمان. فهمني ولا لا؟ ايوه يعني. واشرب. تشربها تبقى زي الفل. هبقى شديد. ما تقلقش. الله يكرم سعادتك. الله يخليك. بس الله انت يخليك. شكلك كئيب. في مشاكل؟ مالك؟ والله انا من يوم ما عرفت الست دي واني في مشاكل يا سعاده البيت. ليه ما زي الفل؟ انا يا راجل الست دي انا اتعرفت عليها في مولد جدي عندنا في البلد. كويس قوي. كانت بترقص كده على المرسح وتتلو. قطعت كسكره في باريزه ورحت داخل على طول. كسكره. وبعدين شافتني وشافت شيابتي والقبها راحت مغنيه لي اغنيه. انما هي ايه الجمال ده؟ الله يخليك يا سعاده البيه. والله انت راجل زي العسل. الله يكرمك يا سعاده الباشا. انا اتمنى لك رحله سعيده. الله ان شاء الله يخليك. باذن الله. انا يعني ما اصل ظروفي برضو والجيش وكده. انت ايه دخلت الجيش؟ لا. ليه؟ شفته فيديو. يا راجل. والله انبسطت يعني لما اتفرجت عليه؟ ايوه اصلني وحيد ما اخشش الجيش. ليه ما يخشش الجيش لو وحيد ولا فريد؟ لا 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 لا. والله واحمد والناس دي تخش بقى. واحنا اساسا يعني عيله مبسوطه كبيره قوي. مبسوطين ازاي يعني؟ مبسوطين قوي. يعني ايه؟ طول النهار قاعدين عاملين كده. ربنا يديم. طب ما انت يا عم الحمد عايز لله. عايز منك حاجه تاني؟ يا رب ربنا يخليك. الله يكرمك. مع الف سلامه. نمشي بقى. اتفضل. مع الله الف سلامه. الله يخليك. مع الف سلامه يا ست الكل. يلا يا رفار خلي بالك من الباشا. يلا يا اخويا قدامي. مع السلامه يا اخت متولي. حاضر. مع الف سلامه. واحد اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا حاج فرح سرور. يا اهلا وسهلا حنوتي. اهلا وسهلا. الموت عليكوا حق. الموت علينا حق يا باشا. ما تقلقش دورك جاي في السكه. في ايه؟ انت جاي تتفني ولا جاي تسافر؟ مالك ومالك فينك؟ كل من عليها فان. مسافر فان؟ اليونان يا ستار. ممكن اشوف الباسبور؟ ليه الباسبور بقى؟ عيني. ايه يا عم النعش اللي انت جاي بيه؟ طب ما تاجرني. اجرك يا ساتر يا سهات. الباسبور ايه اللي انت عامله ده؟ لا لا مؤاخذه مكفنه. مكان في الباسبور؟ ماشي يا عم ماشي. راح تعمل ايه يا حاج في اليونان؟ رايح احضر مؤتمر اللاف. مؤتمر ايه؟ مؤتمر اللاف. لف ايه؟ لف الموت عقبال عندك. يا ساتر يا رب يا ساتر. وايه اللي مسفرك بباسبور؟ قال له امال هسافر بايه؟ لا مؤاخذه تصريح دفن تلف العالم. حلو. ما تعرفش الجو ده؟ لا حلو. الله انت دخلتك عليا فكرتني بحاجه منيله. اللهم اجعله خير. خير ايه؟ هشوفك افتكر ايه؟ عيد ميلاد مثلا؟ لا طبعا ميت. اكيد ميت طبعا. مين اللي مات؟ مدام بعد عنك. الف رحمه تنزل عليها. احكي لي ماتت ازاي؟ والله لو حكيت لك مش هتصدق. لا يا سادة ما صدقش ليه؟ قاعدين في البلكونه عندي في الدور العاشر. في العاشر؟ ايوه بنهزر ومفيش اي حاجه. بزقها راحت واقعه من البلكونه. ماتت قتيله. لا ما لما وقعت في عمود نور في الشارع خبطت في السلك بتاع عمود النور ده. تبقى ماتت متكهربة. يا عم استنى عليا. السلك بتاع عمود النور نطرها ورا العماره في فيلا فيها حمام سباحه. راحت واقعه في حمام السباحه يا عيني. ماتت غريق. يا عم ما انا بحكي لك. استنى عليا. حمام السباحه في مناطق اتنططت عليه وطلعت لي بقى البلكونه تاني. امال ماتت ازاي؟ ما انا زهقت خنقتها بقى. صح ولا لا؟ مش هينفع. طالعه نازله طالعه نازله. طب قول لي وحياة والدك. قول لي. سؤال حسنة كده لوجه الله. سؤال ايه؟ حسنة. حسنة؟ قول. الطيارة عليها كام جثة؟ ايه يا عم؟ قصدي كام راكب؟ حوالي 120 راكب. يا خساره. ليه؟ مش جايب معايا غير 60 كفن. ايه يابا الفل منين؟ بالمناسبه انت مقاسك كام؟ 40. مش الجزمه كفن، اصل معايا حته فاضله على مقاسك.
بالظبط. الله يسترك والله انت راجل طيب. ايوه حاج. هي الطلعة امتى؟ ايه الطلعة؟ طلعت ايه؟ طلعت الطيارة اسمها الطلعة. الله امال اسمها لبوفزة الخارجة. الطلعة كمان ربع ساعة. البساتين المجاورين سيدي عمر شوف قرفتكم فين و... عشان حد هيمشي وراها كلنا ان شاء الله كلنا. طب نلحق القرص. مع الف سلامة يا حاج. سعيك مشكور. ذنبك مغفور يا سيدي. اي خدمة. مع الف سلامة. انت تؤمر والله. قلبتلنا المطار صوان فجأة. لا اي خدمة. مع الف سلامة يا عم. نفسي بس تجربني. يا ساتر يا رب. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك. وصل الباشا يا ابني والنبي. اهلا 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 لا 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 لا. يعني الفرح الليله النقطه. يلا الليله احنا احنا النقطه. الله يخليك. ايه الفرفشه والجمال ده؟ تروحين فين؟ مش هشوف الباسبور بس. فين فين احنا؟ فين 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 اشوف الباسبور بعد. باسبور 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 يا حبيبي. الله اكبر. ده مطار مطار ده مطار مطار. مجنونه مالك؟ ايه الجنان ده؟ ده بروفا عشان احنا رايحين نشتغل في اليونان. ايوه فنانين بقى وكده. بروفا. بتعملوا ايه ان شاء الله؟ احنا فنانين. لحظه سيادتك ملحن اعتقد. طبعا. ده ايه ده؟ ده بلحن عليه اغاني اطفال. فعلا عشان لازم اللحن يبقى قد الحاجات. طبعا 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 طبعا. مفيش حاجه تاني غير الالحان وكده. بنلم نقطه. لا 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 لا. يعني الفرح النقطه. عريس يقعد مش عاجبه يروح. صح. عروسه ايوه تقعد مش عاجبها تروح. معازين يا النقطه. هنا مش هيديك حاجه ده مطار. الكابتن الكابتن رجوله حكومه بلدنا جدعان. انت معاك بطاقه يالا؟ معاك بطاقه؟ ايوه معاكم. ايوه قطار ولا العار. ايه اللي حصل؟ يعني الفرح. ايه تاني؟ يعني البيت حكومه. ايوه سؤال. ايوه مفيش اي شغل غير النقطه. كل حاجه بالنوم تميم مغناطيسي. ممكن اسحرك قد كده وانا ناقص جاتك نيله. ممكن اشوف لك الكف. بتشوف الكف؟ اقرا افكارك وكل حاجه طبعا. شوف له شوف له. انت هتحميني. خط الوسط. فاروق جعفر. خط النص ايه يا عم؟ شوف ال... ايوه خط الرزق. هتعيش 20 سنة فقير. وبعد كده هتاخد على كده. قول لي يا اخي لو سمحت. قول لي لو سمحت. هو هنا البتاع الجوي؟ ايوه. متاكد ان البتاع الجوي هنا؟ شكرا يا اخي. Yeah.